تيبنجوك وتيديروا لك واحد الالكترونات في راسك وتيضربوا ضربات بحال ديال الشوك ديال الضوء. من مورا الثيرابي تتفقدي شويه الذاكره، يشدك بحال كلاكاج وتيضربك الضوء في الراس، وقادره تفقدي الذاكره وتبقى مفقوده لك الذاكره. كرهت ما نديروش، ولكن راه الطبيبه قالت لي راه هذا هو الحل الوحيد اللي دار الله، هي اللي كاينه، الموت وحده اللي كاينه. كان مكتب لي نعيش راه غنعيش، كان مكتب ليها وسط البنج تما نتبنج ونمشي عند الله راه غنمشي عند الله. اخر الاخبار ما عاودتهاش لكم، هي انا اليوم مع الصباح مع تسعود كان عندي الرونديفو، مشيت عند الطبيبه مع الصباح على حساب الرونديفو ديالي، وقالت لي بانني باقا فيا شويه لا ديبرسيون، وقالت لي بان العلاج اللي غادي دير معايا هو الاي كاتي اللي هو الكترو كريمس ثيرابي، اللي هما واحد الثيرابي تدار تيبنجوك وتيدير ناين تيبنجوك وتيديروا لك واحد الالكترونات في راسك، ودوك اللعيبات في الراس تيديروا لك بحال كلاكاجات في الدماغ وتيضربوا ضربات بحال ديال الشوك ديال الضوء، وهادشي اللي تيديروا لك تتبنجي واحد نص ساعه ساعه، وتيديروهم لك ثلاثه المرات في السيمانه، وخاصك تستاسيوني في السبيطار، يعني خاصك تنعسي في السبيطار طوال المده ديال العلاج باش يبقاو متبعين معاك. المهم انا باقا ما تحطيتش في الليستا باش نتسنى النوبه ديالي حتى انا، لحقاش ماشي غير الحق وسير من اليوم لغدا، خاصك الليست، خاصك تحطي في الليست. قلت لكم دابا ماما جايه عندي، ما جاتش انني ندخل السبيطار ندير ثيرابي، غادي نساين حتى تكون ماما غادي للمغرب، ديك الساعه غادي نقول لهم يحطوني في الفارتي ليستي، وعاد باش نمشي ندير هاد الثيرابي، واخا شويه صعيبه لحقاش قال لك من مورا الثيرابي تتفقدي شويه الذاكره، ولكن تترجع لك الذاكره، ماشي زعما كتفقدي الذاكره وتتمشي، قال لك غير داك لو مومون ملي كتفيقي كتكوني فاقده شويه الذاكره، ومن بعد شويه كترجع لك الذاكره، ولكن الا فقدت الذاكره الا فقدت الذاكره وبقات مفقوده هذيك هي المصيبه الكعله. ايوا المهم اسميتو اي كاتي، المهم البنات اللي عندهم مشكل ديال بيبولار شتورونغ بحالي يقراو على الاي كاتي، راه واحد انا نحط لكم شنو هو، ولكن بالالمانيه عندي ما عنديش بالعربيه، نحط لكم شنو هو بالنسبه للبنات اللي ما عرفتش واش كاين في المغرب هذا العلاج ولا لا، والله ما عندي شي فكره، ما عندي حتى فكره واش كاين هذا العلاج في المغرب، لحقاش علاج باقي جديد ماشي قديم، عنده غير 19 عام تقريبا باش ولاو تيديروه، وعلاج اللي تيدار في الحاله ملي تيفشل الدواء في علاج ديبريسيون، ولا ملي تيفشل الدواء في العلاج ديال من تيفشل الدواء يعني تطول الحاله، بالخصوص الديبرسيون ديالي انا عشرات المرات اكثر صعوبه من الديبرسيون ديال الانسان عادي، لحقاش انا بيبولاريا ديبرسيون، يعني ديبرسيون ديال ثنائي القطب صعيبه عشرات المرات اكثر على الديبرسيون العاديه. دوك الالكترونات ودوك اللعيبات اللي تيديروا في الراس تيشدك بحال كلاكاج وتيضربك الضوء في الراس وانتيا مبنجه، هادوك تيديروا بحال الشوك للدماغ، تيشوكيو الدماغ باش ما يبقاش ناعس في ديك الحاله ديال الديبرسيون، ما تبقايش ديك الحاله ديال الديبرسيون، كينفع حتى في الحالات ديال لاماني، يعني تينفع سوا في حالات الديبرسيون سوا في حالات لاماني. المهم هو اخر علاج غندير، هو اخر علاج ومن بعد غينقصوا لي الدواء، قالت لي ما يمكنش نقص لك دابا الدواء، غتنقصي قبل البنج لحقاش مع الليثيوم ما تيشدش فيك البنج، خاصك تنقصي الليثيوم، قالت لي قبل ما تدخلي تبنجي وصافي. والمهم هادشي اللي كاين، بغيت نعطيكم فكره على هاد الاي كاتي اللي ما كيعرفهاش بالنسبه للبنات اللي متبعيني وكيعانيو نفس الحاله ديالي، اللي ما كيعرفهاش يعرفها ياخذ عليها فكره، كما قلت لكم انا ما متاكداش انها كاينه في المغرب لحقاش علاج باقي جديد بزاف. المهم قراو عليها خذوا عليها معلومات، ما عرفتش ما نقدرش نقول لكم جربوها ولا ديروها، حتى نديرها انا ونشوف اشنو غدير ليا، لا ما متش في البنج لحقاش انا البنج حساسه بزاف وتيجيني البانيك اتاك، يعني نقدر من يبغيو يبنجوني يجيني شي بانيك وندخل بانيك مع البنج ومشي عند الله الله يعلم والله العظيم، لحقاش كنخاف بزاف من شي حاجه سميتها البنج، شي حاجه ما نكذبش عليكم ما نقدرش عليها، ولكن ما عندي ما ندير، خاصني ضروري ندير هاد الثيرابي، لحقاش الدواء رانا تنشرب بزاف ديال الدواء ومع ذلك بقى ما خرجش من لا ديبرسيون توتال كيف ما خاصني نخرج، لحقاش كرونيك المشكل ديال ديبرسيون ديالي كرونيك، داير بحال هذاك اللعيبه داك اللي تيكون في البحر داير سيركل دوار بحال هكا كرونيك. بزاف ديال البنات منكم، اولا شكرا من القلب على الاهتمام ديالكم بيا، شكرا على الاهتمام، شكرا على الرسائل ديالكم، شكرا انكم تتخذوا من وقتكم وتكتبوا ليا، شكرا من القلب الخالص البنات، والله العظيم الا كلمه شكرا ما تكفيكمش وماشي في حقكم، شكرا ماشي كلمه في حقكم، ما عرفتش نقول لكم زعما شحال من بنت كتبات لي على الاي كاتي
بزاف ديال البنات قالوا لي يا اكرام ما ديريهش، راه تقدري تموتي هذوك اللي وتقدري تفقدي الذاكره وتبقى مفقوده لك الذاكره. المهم البنات انا ما كرهتش ما نديروش، ولكن راه الطبيبه قالت لي راه هذا هو الحل الوحيد اللي غادي نجربوا به لحقاش اكثر من عام وانا كنشرب الدواء، ولكن لا ديبرسيون ديالي راه كرونيك بزاف، ما بغاش تمشي ديبرسيون ديفينيتيفمون، باقي تيجيني النعاس بزاف، باقي تنحس بعظامي مره تقال، باقي تنحس بالنزلات تيجيو. المهم عارفه ماشي سهله الايكاتين سونو لاني كاسيتي نوني برو انا لو سو دايلك وليد راين. المهم ما علينا، قلت لكم اختي ما كرهتش انا ما ندير لا ايكاتي لا حتى شي حاجه، ولكن راه اكثر من عام وانا تنشرب الدواء وباقي ما كاينش كاين تحسن من طبيعه الحال الحمد لله، راه ما كنتش بحال هكا، ولكن باقي ما كاينش داك التحسن انك ترجعي للكاركتر كيف ما كنتي، وباش ترجعي للانرجي كيف ما كنت، كيف ما تتعرفوني، كيف ما بديت اليوتيوب بديك الحيويه وبداك النشاط اللي كان فيا ديال الفلوغات وديال انا معاكم في الروتينات انا معاكم، باش نرجع اكرام الحقيقيه كيما كانت خاصني الايكار ديال البنات، خاصني ضربات كهربائيه ومغناطيسيه للدماغ باش يرجع للطبيعه ديالو. لحقاش الدواء راه ما نقولش لكم شحال ديال الدواء كنشرب. المهم انا ملي غنمشي لتما انا دابا باقا في الفارتي ليستي، باقي ما وصلتنيش النوبه، غتوصلني النوبه ديالي ملي غنمشي لتما غادي نديكم معايا، واخا ممنوع التصوير وغادي يدوروا فيا يقولوا لي علاش تصوري حقاش سبق وداروا فيا في الكلينيك فين كنت ندير واحد المره طاقيس كلينيكوم وكنت صورت لكم شي حاجه وداروا فيا، ولكن غادي نحاول نصور لكم المراحل وغنصور لكم مراحل العلاج. المهم انا خاصني نستاسيون في السبيطار المده ديال تقريبا 4 سيمانات، لحقاش لا ثيرابي تدار 3 مرات في السيمانه، يعني تيبنجوك 3 مرات في السيمانه وتيديروا لك داك الالكترونات في راسك وتيبداو يشدوك بحال كلاكاجات وضربات ديال الضو تيضربوك في الراس 3 مرات في السيمانه. المهم وتتبقى المده ديال من 8 حتى 12 حصه، وهاد المده كامله خاصك تكوني تحت الكونترول. الحاجه اللي مقلقاني هي ولادي، ثاني تخليهم وليديو بوحدو، والله ما نكذب عليكم الا هادشي هو اللي مخربق ليا الراس، نخلي ثاني ولادي وليديو بوحدو باش ندير هاد. وليديو قال لي مسكين عاسير اللهم ترجعي كيف ما كنتي ولا هاد الحاله فين انتي، لحقاش مره تيجي تلقاني متكيه مره مفايقه ناشطه ماشي ناشطه تنتحرك، اما شوفوا مشاو ليا الاحاسيس ما بقيتش نحس لا بالسعاده ولا بالحزن، يعني ولا داكشي مبنج ولا الاحاسيس مبنجه، الاحاسيس تبنجات ما بقى عندي ما بقاش نحس لي زيموسيون ما بقاش كنحس بهم، يعني بلا ديبرسيون حتى بالدواء حتى بالليثيوم، حتى الليثيوم تيدير هذه الحاله هذه. يعني هذا الشيء كامل باش نتفاداه خاصني نمشي نضرب هذا الراس، نبقى نضرب في ديال الموب بالمغناطيس ماشي بالمغناطيس بالالكترو ضربات الكترونيه حتى يفيق. المهم بنات ما تخافوش وشكرا بزاف والله شكرا بزاف، ولكن ما تخافوش اللي دار الله هي اللي كاينه، الموت وحده اللي كاينه، كان مكتب ليا نعيش راه غنعيش، كان مكتب ليا وسط البنج تما نتبنج ونمشي عند الله راه غنمشي عند الله، ولكن ما عندي ما ندير، خاصني ضروري ندير الايكاتي البنات، خاصني ضروري نديرها لحقاش الدواء راه تنشرب عرفتو 200 ملي غرام ديال سيرترالين ديال مضاد الاكتئاب، تنشرب 15 ملي غرام ودابا طلعت ليا 20 ملي غرام ديال اريبريبراسون اللي هو مضاد الدهان مضاد السكيتسوفرينيا اللي تجيني مره يعني ديك الطلعات اللي تنطلع، وكنشرب الليثيوم تنشرب 1.5 و1.5 في العشيه، يعني تقريبا شي 1000 وشي حاجه ملي غرام ديال الليثيوم، يعني راه العذاب الاليم للجسم، هذا الشيء راه كله من بعد غياثر ليا على الكبده غياثر ليا على الكلاوي غياثر ليا على القلب، يعني راه ماشي ساهل. مجله لالا العروسه اخبار حصريه بجوده عاليه، لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الاخبار.